بس الحقيقه ما اتكلم عن المباراه، انا اهم حاجه عندي او انا حاجه عايز اقولها النهارده طول النهار. انا قاعد النهارده ما نزلتش كتير يا كابتن هاني، فقاعد طول النهار النهارده عمال اقول حاجه واحده بس، الحمد لله على نعمه الاهلي. ما بقولش حاجه تانية. قد ايه ان الواحد بيبقى فخور وسعيد بانتمائه لهذا النادي الكبير، حتى لو كنت شهر واحد موجود جوه النادي. فدي بالنسبه لي بتمثل يعني قد ايه الفخر الواحد بيبقى موجود فيه، ان انت تشوف او تفضل قاعد طول النهار النهارده تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله ان احنا بننتمي لهذا النادي الكبير. اخلاق مبادئ، بالفعل هي اخلاق ومبادئ وبتطبق على الجميع. وفي نفس الوقت انت بلعب في كاس العالم، بلعب صحيح. في كاس العالم صحيح. مش بلعب مثلا في، انا بلعب في كاس العالم للانديه وللمره مش فاكر السبعه ولا يعني الواحد يعني الحمد لله الارقام كبيره طبعا بس يعني كبيره، لكن